ويني أنا؟ لا تخاف يا سيد، أنت بأمان. رجعنا؟ عفواً؟ بظن أنك عم تحكي عن العرض، مو هيك؟ ما كنت مفكر أنه رح نتفق بهالسهولة، بس بظن أنه رح نتفاهم أنا وياك. أنا رح ساعدك وأنت رح تساعدني. بهالحالة فينا نتصافح. بدي المصاري فوراً. يعطيك العافية. أهلين. يا رب يا رب تخلصها بالسلامة. الحمد لله على السلامة، نجحت العملية. الوالدة بعد شي ساعتين بتصحى. الحمد لله. الحمد لله. لو ماتت أمي ما كنت بحسن أعيش. أحمد أنت شو عم تقول؟ قول الحمد لله اللي لقينا كلية. الحمد لله الحمد لله. أحمد المبلغ كيف دبرته وكيف رح تدفعه؟ المبلغ كتير كبير. أنا سحبت قرض، لا تاكلهم. وبعدين بالنسبة لإلي ما عندي شيء أهم من أمي. الحمد لله على سلامتك يا أمي، صرت منيحة، تحسنتي. الله يرضى عليك يا ابني ويخليك يا رب. أنت تدينت بسببي ما هيك؟ أنا بساوي كل شيء لحتى تكوني بخير. ما بتحسي بوجع ما هيك أمي؟ لا يا بنتي لا، بس أنا اشتقت لبيتي. رح تطلعي أمي عن قريب؟ شوفي يا اختي، في بعض اوراق ناقصه عندي اياهم الوثائق. احمد لازم نكملهم. طيب طيب منحسن نحكي شوي. طبعا نورجان. شو شو صار؟ بسرعه تركوك؟ ايه تركوني، طلعت براءه. طيب قلي ليش اخذوك لجوا؟ شو كنت عم تساوي بهداك البيت؟ شو انت مجنونه؟ لو كنت مذنب كان خلوني جوا. يلا امشي. كيف هيك يا أحمد؟ هلأ بعد كل هالضجة بيجوا جماعة مهمين من الصحافة وبيبلشوا تحقيقاتهم حتى يعرفوا مين ممكن يكون وراء هالشغلة. أوف يا، كيف صار هيك؟ وين راحوا المتفجرات؟ صارت مرة يا نزيف، خربطنا. لك مو أنا وياك شفنا المتفجرات؟ لا تكون شكاك يا نزيف. المتفجرات انسرقوا يا أحمد، إلهم رجال جوا، أنا متأكد. مين بيعرف؟ بلكي. انتظر شوي منعرف. أصلاً المحقوق ما بده أي دليل. إذا ما في متفجرات ما في متهمين. نحن هون ما قلنا دور أبدا. نحن تركنا الرجال. عينك عينك، الله يمضيها على خير. لازم أخلص من هالشغلة، كل مرة عم بغرق أكتر. لازم لاقي حل، لازم لاقي حل. هذا هو. بدك تثبت القنبلة على السيارة بالليل، أول ما بيشغل الزلمة السيارة بتنفجر. يلا يا نمر شوف شغلك. الوطن رح يوقف على رجليه بالأبطال اللي مثلك. قول الله. أنا عم حارب منشان شعبي وبموت كرماله. حسن، الشعب عم يتألم وهذا الزلمة مهم وألمه خطير كتير على مستقبلنا. إذا ما وقفنا له ألمه رح يقضي علينا كلياتنا. الزلمة رح يموت بس الشعب رح يتماسك أكتر. نحن واجبنا نحمي الشعب. فهمت يا سيدي. يمكن الشعب بأول الأمر ما يقدر يفهم تضحيتك هي، طبعا رح يكرهك، بس التاريخ بالتأكيد رح يكتب اسمك كبطل وينصب لك تمثال كمان، ما يكون عندك أي شك. فهمت يا سيدي.
تفضل حبيبي. شكرا حبيبتي. نعم ريحان خانم. ايه بعرف انه عندي محكمة. ماشي شكرا كتير إليك. ليش اتصلت؟ حبيبتي هي ريحان السكرتيرة عم بتذكرني بموعد المحكمة. انت ما بتعرف انه عندك محكمة؟ شو بدها منك هاي المرة لكان؟ اوه زودتيها بقى. وانت ليش عم تدافع عنا دائما؟ لأن ما عم تساوي شي غلط، عم بتقوم بشغلة وبس. أحمد أنا بعرف شو اللي بيصير من ورا هاي الحركات، حركات هاي البنت ما أنا مريحتني كتير. حبيبتي عمري وثقي فيني، بس أنا عيوني مستحيل يشوفوا غيرك أبدا، رجاء لا تعملي هيك. هلأ أنت أحسن؟ ما بقى تحسي بشي ما هيك؟ لا يا أمي لا، الحمد لله أنا بخير. أمي إذا ما نكون طالعين على شي محل بدنا نجي لعندكم. لا يا بنتي بدنا نروح على الجامع مع سيلتا. بس إن شاء الله ما رح نطول يا بنتي، شي ساعتين وبنرجع على البيت. طيب ماشي بعد ساعتين بنجي لعندكم. ماشي يا بنتي. طيب ماشي، الله معك يا عمري. تسلمي يا عمري، تسلمي. يلا أنا طالع، ما بدي أتأخر. الله معك يا ابني. رح وصلكن بطريقي. لا روح أنت، لا تأخر على شغلك. ايه روح أنت، لسه بدي أتوضى، نحن منروح لحالنا، لا تتأخر على شغلك. امتى راجع لهون؟ ما بعرف. أنا بدي روح على بيت أمي. استنيني بالبيت، لا تطلع اليوم، بكرة بتروحي. شو هاد؟ أدن للصلاة هلأ، يا دوب نوصل على الجامع. عجلي شوي أمي. إيه أحمد؟ لا لسه ما وصلنا. لا عم بحكي طبيعي، كنت بدك تحكي شيء؟ لا، اتصلت هيك. أنا عندي اليوم آخر جلسة بالمحكمة. سيلدا، أنا بحبك، دعيلي. بحبك كتير، دعيلي مشاننا. عم أوصل لمعلومات مهمة، لو تعرف قديش طلع بإيدي وثائق. بقي شوي يعني بالنهاية راح يبان كل شيء، بس الشيء اللي بدي أقولك إياه، ما كان لازم نخلي سبيل الرجال. حاجة بقى تسمعني حكي يا حضرة المدعي، أعطيني بس دليل واحد وبعدين أنا القاضي هون، والكلمة الأخيرة إلي أنا. يلا أمي. نعم شو؟ في
هذا اليوم وردنا هذا الخبر العاجل عن وقوع انفجار كبير أمام صحيفة مانشيت. وقع الانفجار في سيارة الكاتب الصحفي نجم الدين ترك بعد خروجه من الصحيفة فورا. وقد كان نجم الدين ترك يقوم بالتحقيق السري عن شبكة إرهابية منذ زمن بعيد، وأثناء الانفجار توفي شخصان أثناء المرور من أمام الصحيفة، وجرح اثنان آخران يقال أن إصابتهما بليغة. أمي ما عم ترد. عرفتوا أسماء اللي ماتوا؟ يا الله، بس شو هالقدر هاد؟ مشان أمي، أنا مشان أمي تعيش بس رح تتعاون مع جماعة إرهابيين. يا ربي، أمي ماتت ومرتي كمان ماتت. يا ربي، شو هالقدر هاد؟ يا ريت ما خليت هاي الشغلة تتم. أنا السبب، يا ريت ما سمحت لأمي وسيلدا يطلعوا من البيت بهذا اليوم. أمي، سويت أكل، طبخت رز. تأكل من وراء صبيعك. لك انت كيف اجيت لهون؟ شو عم بتحاول تساوي؟ شو هاد؟ هاد المريول لأمي، يلا اشرحه يلا. عم نساوي خير، بس ليش الإنسان ما عم يعرف قيمة الشيء؟ تميت وحدك مشان ما تحس بغياب أمك وزوجتك، ما هيك؟ هي وقف وقف دقيقة، وقف. لوين رايح؟ شو عم تعمل؟ ما راح طعميك من الأكل. طبخت نفس الطبخة اللي بتطبخها خالتي أديبة، بس ما راح طعميك. تعرف شو اللي صار معي اليوم؟ اليوم؟ شي مؤلم طبعاً، عرفت، شي مخيف، شي مرعب، بس انت سبب بهالشي. انا مظلوم؟ مو مظلوم. هات المفتاح، بدي ارجع كمان. ما رح اسمح بموت امي وزوجتي باي شكل هاي المرة. هيك عم بتقول؟ ليش عم تضحك؟ ها؟ انا برأيي انك ما تتعامل مع هذاك الرجال ابداً. هيك كمان امي بتموت؟ طيب منين بدي لاقي كلية وكيف بدي ادفع اجر العملية؟ لا، انا ما رح اسمع كلامك وما رح خليك تخدعني كمان. شوف، المي المالحة بعمرها ما بتروي عطشان. اسمع، إذا أنت عم تقول عني عنيد، عقلي بيكفيني حبيبي. خذ المفتاح. المفتاح إلك، والأكلات رح يصيروا إلي، ماشي؟ خليني خلص الأكلات، أنا جعت كتير يا أخي. شو هالأكل الطيبة؟ سلم لي على أهلك كثير. رجعت. ما بصير يا أحمد، ما بصير، ما بصير تختفي القنابل. أحمد، ها؟ عم بحكي معك. في متفجرات هنيك، شفناهم بعيوننا. ها؟ هاي الشبكة إلهم رجال جوا، واصلين لهون كمان. مين بيعرف؟ بلكي لا. بس نصبر شوي، منعرف. أخلينا سبيل الرجال، عينك عينك، الله يمضيها على خير. ألو، اسمعني. إيه، سيارة الصحفي نجم الدين ترك راح يفجروها اليوم الصبح. دير بالك منيح، يمكن يروح ناس كتير ويصير مشاكل كتير. هلأ ما بيهمك مين أنا، اسمع كلامي. المرحوم محمود بيك كان هيك على طول، يطلب مني ساوي له رز مع كل أكلة. بس انتي يا أمي شاطرة كتير بطبخ الرز، وأنا عم بتفرج عليكي لأتعلم. ولا يهمك يا بنتي، طول ما أنا على وش الدنيا أنا بساوي لكم الرز. أحمد. أمي، اشتقت لك. سيلدا حبيبتي. أحمد، انت صاير لك شي؟ أحمد، انت فيك شي؟ الحمد لله انتو هون، ألف الحمد لله يا ربي. طبعاً نحن هون يا ابني، عم نساوي رز، وين بدنا نكون؟ أوعك، أوعكن تطلعوا اليوم برات البيت، أوعكن، بترجاكن.
عم خاف كتير يصير لكم شي اليوم، طلعوا فيني وبكرة ما في طلعة كمان، تمام؟ ليش؟ شو اللي صاير؟ أحمد شو عم تقول؟ الوضع برا مكركب شوي، بس لا تخافوا رح أضبطه، رح أضبط كل شي. مو أنتوا بخير؟ الحمد لله. طيب طيب أحمد، خبر منيح، إجت إخبارية تانية. شو هي؟ دقيقة، عندي اتصال ضروري وراجع فورا. طيب. نعم حضرة القاضي، بظن أنه تيفانا بعده على حاله، بس حبيت ذكرك جاي إخبارية أنه بدك تسكر على الموضوع، وإلا رح نعمل شي ما بيعجبك بنوب. الله يلعنك. هذول اجوا من شوي يا سيد أحمد. نزيف، بالنسبة للإخبارية خليهم يستنوا شوي. ليش؟ أحمد شو عم تقول؟ يا أخي أنا عم أقول إنه لازم ينتظروا شوي. حضرة القاضي، إجانا إخبارية وعم نستنى الإذن مشان الكبسة. هذا الملف مو عند السيد أحمد. إيه، الشغلة ما بدها تأجيل، وكونك أنت القاضي المناوب اليوم بتمنى منك تعطينا الإذن حتى ننفذ الكبسة. ماشي حضرة المدعي. شكرا لك. وقد قام الأمن اليوم بشن حملة جديدة بينما يستمر التحقيق في قضية أوغولار، وتم الكشف عن منزل جديد للشبكة الإرهابية. المواطنون يتناقلون فيما بينهم أسماء العصابة الجديدة التي ظهرت بشكل مفاجئ. دمرتني يا نزيف. أحمد شو عم تقول؟ أحمد شو اللي صار؟ أحمد نعم يا ريحان، شو؟ انت وين هلا؟ شو صار؟ طيب طيب انا جاي. طلعت من الأسر العدلي قطعولي طريقي، هددوني شو رح ساوي، أنا أكيد رح يلحقوني ويقتلوني. وقفي ريحان، هدي حالك شوي. بترجاك تخلصني يا أحمد، أنا خايفة يقتلوني. لا تخافي، ما رح يساوي شي. شو سويتي فيني؟ ليش؟ لا، لوين أخذيني؟ الكاميرا تمام؟ كل شيء تمام، إجا دورك. بعرف شغلي، روحوا. ريحان، أخي شو الأخبار عندك؟
لا لسه ما اجا وتليفونه كمان مسكر. طيب لوين بيكون راح؟ طيب طيب رح اسكت. طيب اكيد رح لعند هديك المرة اكيد. يلا يا بنتي روحي نامي، بكرة الصبح عندك شغل، بركي طالعوا له شغلة جديدة. يا امي وين بيكون راح الرجال؟ وين بده يروح يا بنتي؟ اكيد راح على شغله. الله يحميه ويصونه، ادعي لربك انه ما يكون صاير معه شيء. أحمد وين كنت؟ كان عندي شغلة خاصة وما قدرت اتصل، سامحيني. طول الليل وأنا عم بستناك وتليفونك مسكر، على الأقل ابعث لي خبر. ما كان فيني اتصل. اتصلت مع أخي كمان ما بيعرف شي عنك، وين كنت أحمد؟ أنا قاضي يا سيلدا، مو ضروري أقول لأخوك كل شي. يلا فوتوا يا أولاد، يلا، هلا مو وقت الخناق، يلا فوتوا لجوا يا أبي. أكيد كنت مع السكرتيرة سيلدا، بكفي. سيلدا قلي الحقيقة يا أحمد، قلي الحقيقة. أنا ما كنت عم كذب، عم تفهمي؟ حاشلك بقى سيلدا، لا تكوني شكاكة. شو ما صار أنا بحبك، انت لازم تصدقيني. شو ما صار انا بحبك، صدقيني. الله ينتقم منكم. الو الشريط ماي يا حضرة القاضي، دير بالك اي خطأ بتساويه رح يكون في نهايتك، وقف التحقيق فورا. شو بساوي هلا؟ شو بساوي؟ الله يلعنهم. ايه سيدي نجم، مثل ما توقعت انت بالضبط سيدي، على ما يبدو كان راس الشبكة رايح لأبعد بكتير ما كنا نتصور. أبحاثك مهمة كتير منشان توعية شعبنا، شكرا لك. شكرا. نازيف انت شو عم تساوي؟ قلت لك وقف كل شيء، كيف بتنفذ الكبسة من دون ما تاخذ موافقتي؟ ليش انا شو عملت غلط؟ كان معي شوية أدلة ومشيت عليهم. انا ما عطيتك إذن. القاضي المناوب أعطاني إذن. شوف الإعلام، البلد عم تهتز وانت عم تقلي اذن؟ ما راح اسمح لك، ما راح اسمح لك تاخذ قرار هيك لوحدك، ما راح اسمح لك. ما بدي اذن يا احمد، انت شو اللي مخليك واقف هون؟
ها؟ ما عم تعرف، انت ما عم تعرف شي. ممكن اختك تموت، فهمت هالشي؟ ممكن كلياتنا نموت. يا لطيف يا لطيف، شو هالشبكة هي؟ واصلين وين ما كان، حتى للدولة واصلين. بدون يعلقوا الأخ مع أخوه. لحمة، وأنا شو قاعد عم ساوي هون يا ربي؟ أنا بدل ما أقضي عليهم، أنا عم هين دولتي وشعبي هيك عينك عينك من دون ما أحسب أي حساب لهذا الشيء؟ عم بيجهزوا المكان والزمان مشان يقتلوا ناس أبرياء. سامحني يا ربي، سامحني يا ربي. حكم المحكمة. لقد عقدت المحكمة وقررت وفقاً للأدلة والبراهين ووفقاً للقوانين التي ينصها الدستور، وبعد النظر بقضية المتهم قررت المحكمة بالأكثرية وبالاتفاق إعلان براءة المتهم من الجرم المنسوب إليه قراراً وجاهياً قابلاً للنقد، صدر وأفهم علناً. يا لطيف، شو هاد؟ تفضل. سيلدا كهرمان؟ ايه نعم. هذا إليك. خاطري. مع السلامة. مين يا بنتي؟ اجا واحد قال هذا إلي. ألو سيلدا؟ أنت واحد خاين. شو؟ شو بكي؟ شريط، أنا شفت الشريط. أنت مو زلمة، أنت واحد كذاب مقرف. عم تقلب لي معدتي، عم تقلب لي معدتي يا أحمد، على أساس أنك بتحبني وكنت تقلي ما في أي شي بيناتكم. أنت واحد كذاب يا أحمد، كيف بتضيع حالك هيك؟ سيلدا، لوين رايحة؟
لبيت أهلي، ما عاد فيني أعيش معه هون. أحمد مو كذاب، بس كيف صار معه هيك والله ما بعرف. لازم نحكي معه بالأول. بلكي أمي سيلدا؟ ما عاد تلفظ اسم سيلدا، أنا بكرهك، كذبت علي، عينك عينك، أنا بكرهك. بعد عن طريقي. لا سيلدا استني لفهمك، استني. هن انخدعوني يا سيلدا، صدقيني أنا مالي كذاب. سيلدا والله العظيم أنا ما خنتك. أنا شفت بعيني يا أحمد، كيف بدك يعني صدقك؟ أنت من الأول كذبت علي، قلت لي ما في شي بيناتنا. ليش يا أحمد؟ قلي ليش؟ أنا شو عملت لك؟ سيلدا بترجاك اسمعيني. تركني سيلدا. أمي، أمي قلي لك شي كلمة. يا خسارة تربيتي فيك يا ابني، يا خسارة تربيتي فيك. لو ما شفت بعيني هذا الشيء كنت بقول أحمد ما بيساوي هيك، بس يا خسارة التعب. حتى أمك بعدها ما عرفانتك يا ابني. يا ريتني متت وما شفتك بهالصورة يا أحمد. هذا الولد اللي أنا خلفته. روح يا أحمد، لا أنت ابني ولا أنا أمك. أحمد شو بكي؟ ما في أهلا وسهلا؟ شو عاملة أنت؟ أنت اللي شو عامل هون؟ هاي الشنطة من خصوصياتي. بس لقيتها، شوف يلي طلع منها. مع مين عم تشتغل أنت؟ قلي ليش عم تخبس؟ أنا عم حارب من شان الشعب، من شان يتغير النظام الجربان، فهمتي؟ ليش مين حضرتك أنت لحتى تغير النظام؟ هذا مو شغلك، وما بدي حدا يعرف إنك شفتي هدول، فهمتي؟ تأخرت كتير، هلأ أخي أحمد جاي، رح سلمك للشرطة، فهمت؟ لا تروحي، بترجاكي لا تروحي. شوفي أنا سويت هاد الشي مشانك ومشان أمي كمان. بعد عني هيك. سيلدا، 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 أنا ما خنتك. للمرة الثانية عم قلك انخدعت غصبا عني. ليش تنخدع؟ شو هالمصيبة اللي وقعت فيها؟ وطيت راسنا كلنا على الأرض يا ابني، وبهدلتنا وخجلتنا. أمي بحلف لك يمين إني ما كنت بعرف. ما كان لازم تدخل بشغلات ما نكدها يا ابني. شوف كلنا تبهدلنا من وراك، ليش هيك يا أحمد؟ شو سويت؟ ألو نورجان؟ نورجان احكي، نورجان، نورجان بترجاكي احكي نورجان. أحمد شو اللي صار؟ شو بها نورجان؟ أحمد ردي يا نورجان، ردي. يا ربي دخيلك تحميها، انت حميها. نورجان، نورجان، لا نورجان، 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 مني اللي ساوي فيك هيك؟ نورجان قولي شي كلمة، نورجان احكي شي كلمة، احكي شي كلمة نورجان، نورجان. بسرعة بسرعة قولي
كل شكل من أخوك. أنت موقوف لارتباطك بالشبكة والتغطية على جرائم الشبكة وبتهمة إخفاء أعضاء الشبكة يا سيد أحمد. شبكة شو؟ بيت القرار، خذوه. يا رب أنا مالي إنسان، ما فكرت غير بحالي. نورجان ماتت بسببي، مرتي سيلدا تركتني، وأمي المسكينة إذا عرفت بموتة نورجان بتموت. خنت الكل، أنا خنت كل شي منيح كمان. يا ربي يا ريت كنت رضيت بقدري، يا ريت أقدر أرجع للبداية. خذ لك كلمة يا ريت كمان. أنت؟ يا الله أنت ما أكرمك. هات المفتاح، بدي أرجع مرة تانية، بدي أرجع على البداية. لسه بدك تغير قدرك يا أحمد؟ ما بدي، أنا انتهيت، أنا تدمرت. شوف حالتي كيف، قديش نصرت واحد مقرف. هيك الشغلة بتصير، بس تكبس أول زر غلط بالتأكيد كل شي بعده رح يجي غلط. بالأخير كل إنسان بهالدنيا عم يكره قدره. أنا صرت عم أقرف من حالي تمام؟ ماشي يا روحي، أنا ضيعت طريقي ولو إنه الطريق طويل يا روحي. هات المفتاح. شوف أحمد، ترجع ولا ما بترجع، هالروحة ما منها رجعة. بس أنا مصر أني أرجع، وهالمرة رح أرضى بقدري. بلكي متت، لأنك رح ترجع على اللحظة اللي انضربت فيها بالسجن، وراح تكون مقهور من الفشل، وامك راح تمرض كمان. لازم هيك يصير؟ ما في غير هيك، هالشغله فوق طاقه هالمسكين. يلي بيعرفوا انه القدر ما بيصير اللعب فيه، بس الشخص ممكن. بس اذا بدك فيك تكمل حياتك من هي اللحظه، ما في مشكله، بس مين بيعرف ممكن يخلصوك. انا بدال ما اعيش هيك بموت احسن. قوم لنشرب شاي، انت وعدتني. لك انا على شو عم بحكي وانت على شو عم تحكي يا؟ طيب روح لنشوف. ماشي، انت كسبت بخاطري، بس راح خليك ترجع شب، ما راح نتقابل مرة تانية. شو بك يا اخي؟ يا سجان! أخي الحمد لله. أخي وين أنا؟ أنت بالمشفى يا أخي، 6 شهور سبات. الحمد لله هلأ صحيت. بعرف كل شيء. قضيت على الشبكة. أحمد أنت كيف عرفت؟ هاد مستقبل الدولة كلها يا نورجان. لا تاكل هم يا أخي، نورجان كشفت عن أسماء مهمة كتير، وقفتن وأنا عم لاحقن. وين أمي يا نورجان؟ لا يكون فقدناها من شي شهرين يا أخي.
يا بطل. ياي إجا بابا. زين شو جبت لك؟ ياي بالون. البوسي بالأول. وهلأ خود البالون. العاب على مهلك ماشي؟ أوب. هاتي إيدك. خلينا نرجع نلعب. حبيبي شو صار لك؟ عبدالله عم شعك شيء؟ عبدالله ماي. ماما بابا عبدالله مدري شو بابا. ابني عبدالله ابني عبدالله عبدالله شو صار لك حبيبي؟ ماما شو عملتي لأخوكي؟ عبدالله حبيبي طلبني ماي وشربته. بدي نزلك لعندي. انت شو طالعك لفوق؟ تخيل وقعت المزهرية عراسك ها؟ ماما حبيبتي أنا كتير جوعان. عبدالله عبدالله شو عم تعمل حبيبي؟ الحليب صار على النار. عبدالله وينك حبيبي؟ ياه اه اه Thank you.